هذه الإجراءات مصممة لمنع وتقييد غسيل الأموال. ما حقيقة ما جرى؟ التعاملات التي تذهب خارج البلد والكثير من الأموال تنقل. ما سر هذه اللقاءات المكثفة مع رئيس الوزراء العراقي؟ نأمل أن هذا سوف يبدأ حوار فيما يتعلق مجالات الاتفاق الاستراتيجي. هذه الهجمات تؤثر على الجهود التي يقوم بها الجيش العراقي؟ هي تشتيت انتباه، ونحن مركزين جدا مع شركائنا العراقيين. بقاء السيد مقتدى الصدر بعيدا وانسحابه من البرلمان أساسا، هل تعتقدون بأنه يعقد المشهد السياسي العراقي؟ العراق هو ديمقراطية، والديمقراطية تعمل بشكل جيد جدا عندما يكون هناك وحدة.